للتعلم اليوم مصادر شتى لتكوين المعرفة، فالكتاب والحاسب الآلي والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية والإنترنت ومصادر معرفية كثيرة تعتبر مصادر تعليمية متعددة بوسائطها المختلفة. كيف يمكن أن نوفر للطالب الأسلوب الأمثل لاستخدام المعرفة وإنتاجها؟ إعداد معايير مناهج التعليم تساعد في بناء التفكير والاستخدام الأمثل للمعارف، ومن أجل تقييم تحصيل الطلاب وفقاً للمعايير المحددة والتأكد من الكفايات التعليمية يتم تطبيق اختبارات التقويم الوطنية. تستخدم نتائج اختبارات التقويم الوطنية لمتابعة قياس التعليم في فترات زمنية متسلسلة، وذلك لتوجيه القرار التعليمي، تحسين الممارسات التدريسية، مراقبة تقدم تحصيل الطالب. ويعتبر المعلم هو العامل الرئيس لتسهيل عملية التعلم لدى الطالب والموجه لتنمية التفكير واستخدام المعرفة. فمن المهم أن يكون المعلم مهنياً بدرجة عالية، ويتطلب ذلك الترخيص لمزاولة مهنة التعليم والتي تحقق تقويم تطوير للأداء التعليمي، تطوير مهني للمعلم والمعلمة، تطبيق المعايير المهنية. المعلم والطالب يعملان في بيئة تعليمية آمنة وجذابة تتوافر فيها صفوف دراسية واسعة، معامل تعليمية مساندة، وتقنية مناسبة للتعلم، ولضمان تحقيق جودة عالية في النظام التعليمي وكفايته ليكون الرافد الأساسي في التنمية الاقتصادية في المملكة. يتم تقويم النظام التعليمي بمكوناته المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع في صناعة التعليم، مع 13 مهمة رسمية نبني منظومة تقويم وتحسين جودة التعليم العام في المملكة العربية السعودية. رفع جودة التعليم العام وكفايته، دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام من خلال شركاء فاعلين،